رئيسون جاء لنا في الصالة بتاعنا قرأت مراجعة تلك بيك صدق شديد يا أخوانا وصدق شديد يا بروزيلا يا أخوانا بروزيلا وين؟ هنا بيهب الشوشو كمان قالوا لي في شغل في ياغر بتاع تيم كبير انا كنت من السرير بدون ما اجاوب عشان خاطبكم منه عشان كده لقينا انا بيكم هنا نبدا اول حاجه يا اخوانا ببناتنا الكبار من 35 ولفوق بايركس الستايل الجديد يا اخوانا بتاع بناتنا بيكم كبار يا مدى في اليوبا استايل البراو الواحدة عندها عربية وكويس وما عندها راني وبتلبس هنا ولما تيجي الحفلة بتيجي ماشية كيف تيجي ماشية كده لما المفتاح العربية مفتاح العربية وين شايلنا في اليد كده لما المفتاح يقف في الوطن كو وقول وبعد ايه رجيمة هنا بيهبش شوية شوية هنا ما بيصير بصور كلام تعجبني كثير جنوبي يا اخوانا اليوم انا قاعد اتعشى مع بنته بيسأل في بنته قال لها قال يا بني العين تعالى انا قريت جنوب بنته قالت لي يا ابوي انا قريت علم الفلسفة قال لها علم الفلسفة؟ ليش ما يعمل علم الفلسفة؟ قال لي لا يا ابوي علم الفلسفة يعني انا بالفلسفة في اي حاجة طبعا خاطيني تمام صحن بتاع جدار قالت لي شفت يا ابوي صحن الجدار اللي قدامك ده انا ممكن اقنعك بجدارتين ابوه قال له ده كلام شنو ده؟ تقنعني لجدارتين؟ قال لي هاي ابوه طلع مفتح سحب الجدار اخذها قدامه قال لها بنتي هوي اقنع نفسي قبل الجدار انت انا جدارتي يا ابوه يا اخوانا ده طلبه من المدارس ثلاثه اطفال مشوا لابوه قال لي يا بابا المدرسة طلبت مننا لبسة عسكرية عشان نحن مشاركين في عيد الاستغلال بتاع دولة بتاعنا. أبوك قال لي لبسة عسكرية؟ هسه اللبسة العسكرية ده بكام هسه؟ قالت لي الولد قال لي اللبسة الواحد ب 3000 ونحن ثلاثة دارين 9000. أبوك قال له قول له سكول فيز أنا ما دفعته. طب قول لي لبسة عسكرية بتاع عيد الاستغلال؟ قال لي بكرة امشوا كده في عيد خش في الطابور بملك بتاعكم ده. كان في زول مدير لو سالك زي ما انا كنت لك بيه بعدين اوريهم جو في الطابور الطلبه كلهم لابسين كابتي الا الثلاثه اولاد اللي لابسين ملكي المدير نادم قال له تعالوا هنا مالكم ما لابسين كابتي في شنو؟ قال لي نحن استخبارات نحن مخابرات زواج بتاع مصلحة إرث من قروش أن إحنا شباب الزمن ده كله والله يعني إحنا برة من الحاجات ده ولا كيف يا شباب؟ البنات ما دارين يقولوا أي حاجة معنا هم الله يقطع منه البيزا صاحبنا بقى يقطع الشغل السمساري ما نبغى بلغت لي فيش نهر عجب فيش نهر قال لها لم هدومي قلت لها سجمي يا رجل امشي وين لم هدومي سجمي الو انا رسلت لك لي 15000 دولار امشي صرفها بتاعتك اوريجنال شيل القروش بتاعتك هو سامع الكلام هنا عندو اعراس حصري بدوها انا بستلزم منكم وبقول لكم شكرا كان معكم كوميديا كول كوال دي جي كورا كورا